السلام عليكم، معكم منذر من قناة Infinite Gaming، واليوم رجعنا لكم في فيديو جديد وفيديو مقارنة ما بين هذا العدسة 60 عدسة 18-55 ملم الكيت لانس وعدسة 50 ملم البرايم من شركة كانون اثنينتهم. طبعا في هذا الفيديو راح نقارن ما بين العدستين، هذا العدسة وش إيجابياته وسلبياته، كيف ممكن تستخدمه ولويش ممكن تستخدمه، وكذلك هذا العدسة وش اللي ممكن تسوي فيه وتستفيد. طبعا اذا كنت انت من المبتدئ وحاب تاخذ كاميرا وما تعرف ايش اللينس او خلنا نقول ايش العدسة اللي راح تناسبك، شاهدني في هذا الفيديو علشان تستفيد. بالنسبة لهذا العدسة يا جماعة، طبعا هذا العدسة اللي انا اشوفها جدا ممتازة من ناحية الحجم، من ناحية الاداء، من ناحية السعر. مثل ما انتم شايفين عدسة جدا ممتازة بحجمها. خلونا نشوف محتوياته، خلونا افتح لكم هذا نشوف مع بعض. طبعا هذا العدسة يا جماعة مثل ما قلنا من فئة 50 مليمتر من نوع البرايم. ليش مسماي برايم؟ لان هذا العدسة ما في زوم ان وزوم اوت مثل ما هذا العدسة موجود فيه. طبعا هذا العدسة يعطيك 18 الى 55 من فئة الزوم، بما معناته انت ممكن تعمل زوم يعني بهذا الشكل، الزوم يطلع ويدخل. ولكن الفرق بين الاثنين، هذا العدسة كيت لينس معناته يجي مع كل الكاميرات، فما تقدر تستفيد كثير. تقدر تقول هذا العدسة لازم يحطوه مع الكاميرا على اساس انك انت تبدأ تصور وكذا، ولكن ممكن يفيدك من ناحية التصوير العادي، تصوير الاوتدور وكذا. طبعا مثل ما انتم شايفين هذا العدسة كذلك يعني يعتبر لا بأس فيه كمبتدئ، ولكن ما راح يكون مثل الخمسين مليمتر. ليش؟ لان الخمسين مليمتر راح يعطيك نسبة اضاءة كبيرة، لانه يحتوي على 1.8F. طبعا 1.8 معناته من ناحية البؤرة. طبعا هذا من هنا عندك انت الحاجة، هذا الموتور اللي يتحركها. هذا الموتور طبعا في هذا الفئة يكون سايلنت. ليش؟ لانه مثل ما انتم شايفين حاطين عليه من فئة الـ STM. STM معناته الموتور لو تسوي عليه فوكس ما راح يصدر لك اصوات. بينما هذا العدسة ما في نظام الـ STM، بمعناته لما مجرد ما تسوي هذا الحركة اللي هو زوم راح تسمع صوت الموتور وراح يأثر في الفيديو. طيب من ناحية العدسة، هذا العدسة طبعا يبدأ يعطيك 3.5 لما تسوي على عدسة 18. لما انت تجيب من نوع 18 يعطيك 3.5، ومن ثم لما توديه لغاية 55 يصير 5.6، بما معناته الإضاءة تكون جدا تعبانة بالنسبة لك، خاصة في الإضاءات الليلية. بما معناته إذا أنت من النوع اللي تسافر كثير وتصور في أماكن مظلمة، هذا العدسة جدا تعبان لأنه يعطيك نسبة الضوء جدا قليل ما يدخل. بينما هذا العدسة يعطيك نسبة 1.8، البؤرة عنده جدا واسعة، فلما يكون البؤرة واسعة وش يصير؟ يدخل ضوء أكثر. بما معناته أنت لما تصور في الليل يعطيك الضوء أوضح، صورك جدا ممتازة. ولكن وش الفرق بين هذا العدستين؟ الفرق انه هذا العدسة مثل ما قلنا ممكن انك انت تصور اوتدور، صور عادية، صور مبتدئين، تصور شيء، تصور يعني شخص او تصور غرض او منتج اذا يناسبك. بينما هذا العدسة جدا ممتازة، لانه هذا العدسة اذا انت حاب تصور شيء معين بورتريت او ما شابه، حتى للتصوير السينمائي يفي بالغرض جدا جدا، لأن هذا العدسة مثل ما قلنا بؤرته كبيرة يصل إلى 1.8F. طيب بالنسبة للأماونت، هذا الأماونت طبعا مثل ما أنتم شايفينه ممكن أنك أنت تركب للفول سكرين فول فريم، هذا القطع الرصاصية مثل ما أنتم شايفينه، أو للهاف فريم. بالنسبة لهذا القطع الرصاصية، هذا القطع الرصاصية المسمى EF و EFS. الفرق بين الاثنين بالنسبة لفئة الـ EFS Crop Sensor، طبعا هذا جاي مع العدسة 18-55، بالنسبة لهذا جاي من فئة الـ EF. طبعا هذا
الرصاص اللي انتم شايفينه الحين راح يركب للكروب سنسر والفول سنسر، بينما هذا راح يركب للاثنين مثل ما انتم شايفين. بالنسبة لهذا الماونت اللي انا شرحته في الوقت الحالي مع البؤرة وال 1.8 وال 3.5، هذا كله لازم انتم تشوفوه وتقارنوا بنفسكم. بما معناته الحين انا راح اغير هذا العدسة وراح اركب 50 ملم، ليش؟ علشان نشوف البعد والماونت وكذلك الوضوح اللي هو الكروب، وبعدين راح اركب هذا اللي هو 18-55 علشان نشوف نفس الكلام البعد والوضوح والكروب اللي راح يصير. خلونا نركب. طيب يا جماعة، بالنسبة لهذا العدسة، هذا العدسة من نوع 35 ملم. طيب 35 ملم راح تضربه في 1.6 بيطلع لك 56، بما معناته أنا كنت أصور في 56 اللي هو عدسة 35. طيب بالنسبة لعدسة الخمسين يا جماعة، مثل ما هو مركب في الوقت الحالي، بدل هذا العدسة 35 الحين صار الصورة أوضح، صار أقرب، وكذلك تقدر تشوف خلفية في عازل لأنه صار الحين نسبة البؤرة أكبر 1.8F، بما معناته يعطيك ضوء جميل حتى في تصوير السينمائي وتصوير الليلي. إذا أنت من نوع تحب تسافر كثير، بمعناته هذا العدسة 50 ملم راح يفيد كثير، لأنه عدسة صغيرة مثل ما أنتم شايفين حجمه راويتكم. وكذلك هذا العدسة اللي أنتم شايفينه من نوع 35 ما راح يعطيك نفس 55، بينما فئة العدسة 18-55 راح يكون مختلف نوعا ما، لأنه راح يعطيك أكثر هذا العدسة اللي هو المساحة مثل ما قلنا الوايلد، الزوم إن وزوم أوت، بمعناته أنت راح تحصل على صورة عريضة. بمعناته إذا أنت حاب تصور أوتدور أو تصور غرض معين مع الخلفية تقدر تسوي، بينما هذا العدسة اللي أنتم شايفينه في الوقت الحالي هي عدسة فقط للبورتريت أكثر شيء، وكذلك التصوير السينمائي، علشان كذا أنتم تشوفوا في عزل خلفي أنا. خلونا نقارن الحين ما بين عدسة 50 ملم وعدسة 18-55. طيب يا جماعة الخير، مثل ما انتم شايفين الحين العدسة اللي انا مركبين عدسة 18-55 هي عدسة الكيت لينز، بينما كانت العدسة اللي انا مركبين عدسة 50 ملم. الفرق اللي انتم شايفينه في الوقت الحالي صورة صارت اعرض، وكذلك ما في اي عزل خلفي، بمعناته تحصل على الصورة بالكامل. طيب ليش الحين العدسة اللي انتم شايفينه بعيدة؟ لانه الـ 3.5 البؤرة اللي انا مركبينها في الوقت الحالي هي 18 الوايد، بمعناته تحصل على الصورة بالكامل. خلونا نشوف إذا ركبنا لغاية 55. طيب الحين صار زومين إلى 55، بمعناته تحصل على 5.6. مثل ما أنتم تشوف الحين في الوقت الحالي الصورة صارت مظلمة. طيب يا جماعة الخير، وصلنا لنهاية الفيديو اللي تكلمنا فيه عن عدسة 50 وعدسة 18-55. أتمنى أنه أعجبك وكان شرح بسيط. إلى أن نلتقي في فيديوهات ثانية، سلام.